نقدر مع بعض يعني نتوقع تشكيله النادي الاهلي، لكن بعد ان يشاركنا الكابتن خالد جدالله نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر الاسبق. كابتن خالد مساء الفل. مساء الفل يا كابتن محمد يا جميل. ازاي حضرتك يا كابتن؟ ربنا يخليك. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله يا فندم. قول لي انت مطمن على الاهلي بكره زي كده؟ باذن الله مطمن ومتفائل. و ده انا خد بالك ده انا يعني ده انا حاطط شادر بطيخ صيفي في بطني. لا هو الماتش مش سهل. الماتش ما نقدرش نقول عليه سهل، لا ماتش صعب، ولكن ثقتنا في لعيبه النادي الاهلي وفي امكانياتهم وفي شعورهم بالمسؤوليه. لسه كنت هقول لك يا كابتن والله خدتها من على لساني. الشعور بالمسؤوليه عند لعيبه الاهلي والجهاز الاهلي بالذات عالي جدا. اه طبعا، ووجود 50,000 متفرج اهلاوي ده متهيألي. ده انا كده ده انا هضيف شادر تاني كده يعني بعد اللي انت قلته مش واحد. لا بس برضو انت عارف مفيش يعني مفيش ماتش سهل. ولكن زي ما بقول لك الحضور الجماهيري، ارضيه الملعب، الظروف اللي النادي الاهلي هيلعب فيها، ثقتنا في امكانيات لعيبه النادي الاهلي، الامكانيات الفنيه العاليه، ثقتنا في شخصيه النادي الاهلي. ويمكن انا عايز اكلمك في حاجه بعد مباراه الاهلي والزمالك. يمكن النادي الاهلي دي قدامه كانت مباراه ديربي بين قطبين كبيرين، النادي الاهلي خسر مظبوط ورايح بيقابل مازيمبي فرقه في ظروف قاسيه جدا، سيمي فاينال افريقيا. مظبوط في ظروف قاسيه جدا، ده تحول يا كابتن. وفرقه عندها امكانيات فنيه احسن من فرقه دريمز اللي لعبت الزمالك بكتير جدا، وقدر النادي الاهلي خلال يومين او ثلاثه ان هو ينسى مباراه الزمالك يتحول على طول بصراحه وتحول. لان هي هو ده يعني البيرسوناليتي بتاع اللعيبه والمنتاليتي بتاعت اللعيبه بتاعت النادي الاهلي، وهو ده اللي يطمنك انت دايما. لما اللي يطمنك لما يكون شخصيه اللعيبه كل واحد عنده شخصيه وبيتصرف بعقلانيه وفكر كويس عقلاني وتابع المنطق، فده ما يخوفش. تمام. على العكس مثلا الناحيه الثانيه نادي الزمالك كسبان النادي الاهلي اللي لعب فرقه دريمز وفرقه فنيا نقول اقل من المتوسط وما عملش ماتش كويس ولا نتيجه كويسه. بس برضو عشان برضو الحق يقال الزمالك كان باد لك جدا في الماتش ده يا كابتن. لا انا مش عايز اخص الكلام عن الزمالك، يعني انا اخص الكلام على النادي الاهلي. تمام. لا على ذكره يعني حضرتك ذكرته. لا بس مش حكايه تمام، الكوره ما فيهاش حظ وتوفيق ولا لا. الزمالك الكوره كانت ماشيه على خط الجون. الزمالك لو قادر، لا بص يا محمد، ماتش الزمالك لو قادر يكسب من اول ربع ساعه كان كسب. هو مش هيكسب مع فرقه زي دي في الاخر وفي 10 دقائق وما ينفعش. يعني ان الماتش يمشي كده يبقى الزمالك مش هيكسب. وخد بالك الماتش الثاني في منتهى الصعوبه مع انها فرقه امكانياتها الفنيه فرقه دريمز دي زي ما بقول لك الزمالك احسن بكتير بصراحه، اقل من المتوسط، ولكن الماتش صعب جدا على الزمالك. وطبعا جمهور الزمالك دون جمهور عظيم، كفايه المسانده اللي كانت موجوده في الملعب بالنسبه للعيبه، ولكن يعني خلاص. بالنسبه لماتش بكره ماتش قوي، وانا كنت في قناه الاهلي من 3 ايام. انا بعت الناس كلها ان هي يعني لازم تتابع الماتش ده، لان باذن الله لعيبه النادي الاهلي هيعملوا نتيجه كويسه وهيأدوا عرض فنياته عاليه وعرض كويس هيمتع اي حد هيتفرج على الماتش باذن الله. انت بتتكلم ده ثقتك في اللعيبه. ثقتي في امكانيات اللعيبه. ولا مع عوده برضو عدد من النجوم، يعني امام عاشور رجع وهيكون له دور كبير جدا في نص الملعب، لان امام من لعيبه خط النص اللي بيهاجموا وبيسحبوا الفرقه وبيعرف يمرر صح ويشوط ويزيد ويرقص يعني ودريبلر يعني شاطر، يعني في صفات هجوميه الحقيقه عاليه جدا امام. وحسين الشحات رجع برضو، فهل حضرتك بتراهن على اعتبار ان في نجوم زي دي رجعت، ولا بشكل عام بتتكلم على الاهلي؟ لا انا يمكن اختلف معاك في الحته دي خالص في الراي. انا مش من الناس اللي تحبذ لما يكون في لعيب مصاب وبقاله فتره مصاب ولسه يعني تمثل للشفاء ان انا ادفع بيه في مباراه. حتى لو يا كابتن انا اسف للمقاطعه. ايوه. حضرتك مدرب كبير طبعا. تمام. ويعني وتعاملنا معاك وعارفين ان حضرتك مدرب كبير. حتى لو اللعيب ده رجع من الاصابه وانا سبته يتمرن معايا فتره باهله، يعني ممكن اللعيب رجع من الاصابه مثلا اسبوعين، يعني محمود متولي نزل الماتش اللي فات بس قبليها ثلاث اربع اسابيع بيتمرن معايا وبيخش ساعات احتياطي وبيتمرن جاهز يعني. تمام.
امام عاشور بيتمرن بقاله اسبوعين، تمام، حسين الشحات بيتمرن بقاله مثلا 10 ايام، هل تمام. بتفرق يا كابتن كتمرين في تاهيله ولا برضه لازم يشترك في ماتش في ماتشات الاول اوقات بسيطه؟ يعني انت من انهي مدرسه؟ لياقه التدريبات غير لياقه الماتشات. يعني انا لما يكون عندي لعيب بيأدي وسليم وانا ضامنه سليم 100% وما كانش مصاب وبيلعب معايا لاخر وقت وبالذات لعب معايا في الاجواء الصعبه في مازيمبي هناك في الملعب الترتان في الجو درجه الحراره العاليه نسبه الرطوبه العاليه امام الجماهير الكتيره وادى بشكل كويس لا انا امسك في اللعيب ده بيدي واسنان. في العوده كمان افندم؟ في العوده كمان؟ في العوده طبعا تمام. حتى أنا لو انت اللعيب ما انت ممكن تكون بتلعب خط نص يا كابتن بتقفل بيه، ولكن في العوده انت عايز لعيب يفتح لك مساحات و... طب اديني فرصه بس اديني فرصه عشان شكلي فرصة. عايز امرن فعشان كده هتلاقيني متسرع اديني فرصه. يعني الناس اللي لعبت الماتش بتاع مازندي طبعا امام عاشور وحسين الشحات لعيبه كبيره وتاثيرهم بيبقى كبير جدا لما بيكونوا في حالتهم الفنيه وحالتهم البدنيه تكون مكتمله ويكونوا مش راجعين من اصابه يكونوا بيلعبوا يفرقوا مع فرقه النادي الاهلي بشكل كبير، ولكن الرجوع من الاصابه دي قصه ثانيه. انا زي ما بقول لك انا اتمنى ان مستر كولر في ماتش بكره يحافظ على التشكيله اللي لعب بيها الماتش اللي فات، ممكن يحصل تغيير واحد فقط لغير اللي هو ممكن اكرم توفيق ما يكونش ليه اقرب من اللعيبه الكويسين ولكن بيغلب عليه الشغل الدفاعي، ممكن تستبدله بقفشه يبقى نص الملعب قفشه وعمرو السوليه وكوكا، هو ده التغيير الوحيد اللي انا اتمنى. هي طبعا كل واحد ليه وجهه نظر. خد بالك قفشه لعب هناك برضه لو تتذكر قفشه لعب هناك تقريبا تلت ساعه لعب هناك وادى بشكل كويس وادى شكل الفرقه. فانا اتمنى اللعيب السليم بالنسبه لي اهم في المرحله دي، لان ماتش بكره ما يعني لا يقبل القسم على اثنين، انت بكره لازم تكسب. فانا ممكن اغامر بلعيب كان مصاب وينزل الملعب ويتعور تاني، طيب يبقى انا خسرته حتى لفتره تانيه. طب هو طب لا ده انا ده كمان انا اتمنى لو اللعيبه زي لو هو ابتدى زي ما انا بقول لك كده واللعيبه دي قعدت والامور مشيت كويس واللعيبه ادت بشكل كويس والنتيجه كويسه ما يشركهمش خالص عشان يحافظ عليهم ويبتدي. طب هو طب دخلهم القايمه اللي هل يخشوا القايمه بس مجرد يبقوا موجودين واخدين حساسيه الملعب يعني حته نفسيه حته نفسيه يعني ان اللعيبه بيأهلوا انه بقى سليم بيأهلوا نفسيا انه بقى سليم مثلا لا وبيأهل برضه ان الفرقه اللي هيلعب قدامها لما مازيمبي يعرف ان اللعيبه اللي كانت مصابه لا رجعت، يعني هي حته نفسيه ممكن ان هو كولر بيستغلها. ولكن انا اتمنى انا كل خوفي لو لعبوا وحد اتعور تاني او لو لعبوا وباله لياقتهم متراجع او حاجه لياقتهم مش هتسعفهم طيب. ان هم يأدوا بشكل كويس. انا كده هنختلف مع بعض في التشكيل خد بالك. لا انا خلاص ما انا قلت لك التشكيل هو هو قفشة مكان اكرم توفيق بس نفس التشكيل اللعب يعني لو رضا سليم يعني هيلعب برضا سليم واحمد عبد القادر ويقعد كمان بره ميرسي تاو راس دقيقه واحده راس الحربه مودست طبعا لا مودست ايه هو مودست لعب هناك ما لعبش لا اللي لعب هناك اسمه ايه الولد ده انا بس بضايقك وسام وسام ابو علي تمام وسام وسام راس حربه اقول لك التشكيل من بدا مصطفى شوبير تمام محمد هادي محمد عبد المنعم رامي ربيعه تمام علي معلول تمام عمرو السوليه كوكا قفشه احمد عبد القادر وسام ابو علي نيجي بقى رضا سليم لو سليم 100% لو لان هو الماتش اللي فات طلع لان هو كان في حاجه كان بيشتكي منها وتغير ونزل بيرسي تاني سام عملوا له تيست وسليم يعني اخرهم لو سليم يبتدي لو سليم على حساب بيرسي تاو على حساب لان برضه بيرسي تاو الفتره اللي فاتت كان بعيد عن الملعب ودخل الماتش اللي فات ولعب له شوط فاهمني انت ازاي وواضح حتى من الناس انت ذكرت مثلا محمود متولي محمود متولي هو نازل الماتش اللي فات الملعب وزنه زايد واضح يعني حتى من جريته لان فتنس الماتشات غير فتنس التمرين يعني اللعيب لما بيدعك في الماتشات غير لما بيدعك في تمارين في تمارين في تمارين فلو رضا سليم 100% يبتدي زي ما هو يبقى بيرسي تاو ورقه معاك لان ماتش بكره
الدكه بتاعتك مهم جدا ان تكون قويه، بحيث ان انت عندك خمس تغييرات، يعني خمس تغييرات ده نص الفرق، فانت لما تيجي تستغل الخمس لعيبه اللي انت هتلاعبهم دول كنص تيم ينزل يشيلك تاني ويغير لك شكل الماتش، لازم يكون عندك اوراق رافعه برضه. هسال حضرتك سؤال اخير يا كابتن خالد، اتفضل. لو نزل بالتشكيل ده تمام ولا قدر الله، وده مش هيحصل ان شاء الله يعني، لكن النتيجة مش زي ما مستر كولار عايزها، تعادل سلبي مثلا وباقي نص ساعة، هل هيبقى امام عاشور ليه دور او حسين الشحات، ولا انت شايف في كل الاحوال ما يبقاش ليهم دور؟ لا مش في كل الاحوال ما يبقاش ليهم دور، ما انا بقول لك حسب سير الماتش وحسب النتيجة. الماتش هيبتدي لو الشوط الاولاني طلع 0-0 مفيش جوان، لا هيبقى في تغيير، تقدر تستغل بقى اللعيبة دي، تقدر ان هي لو خدت لها شوط تقدر ان هي تلعبه بشكل كويس بكل القوه. تمام تمام. يعني هم موجودين، شايف حضرتك موجودين بره على الدكه للظروف اللي زي، انما لو الامور ماشيه عادي ما فيش داعي للدفع بيهم عشان يحافظ عليهم. تمام. او يدفع بيهم واحنا كسبانين، برضو الدنيا هتبقى سهله لما ينزلوا. طيب انا هقول لحضرتك اسماء الغايبين وقول لي يمكن حد فاجئك في اللي غاب ولا لا. قول لي اتفضل. الشناوي طبعا رجع من اصابه بس سليم الحمد لله فمريحه. ياسر ابراهيم نفس الكلام. اليود يانج نفس انا بس دقيقة واحدة يا محمد، اشمعنى الشناوي مش الشناوي نفس اللعيبة اللي راجعة دي برضو كان مصاب ورجع؟ الشناوي انت في الدكة بقى بالنسبة للشناوي يعني ما... لا دقيقة واحدة بس، دقيقة واحدة. لا ما بتكلمش ان على الدكة ما لعبوش ليه؟ يعني ما ابتداش بيه ليه؟ فهو ده نفس الفكره. نفس الفكره. تمام. نفس الفكره بتاعت الشناوي. بتاكد الفكره كده يعني؟ طبعا. تمام. طبعا. تمام. اتفضل بقى كمل. الشناوي وياسر ابراهيم واليو ديانج دول راجعين من اصاباته سلام الحمد لله بس خارج القايمه. ايوه. كريستو خالد عبد الفتاح، مروان عطيه برده بيحافظ عليه بقى كويس اتمرن برده بس خرج، حمزه علاء مصاب، بص بعديهم بقى كريم فؤاد، كل ده بقى خروج فني يعني. ايوه. طاهر محمد طاهر. ايوه. الاثنين بره القايمه، وطبعا عمر كمال عبد الواحد والزنفالي الاثنين مش مقيدين افريقيا اساسا. تمام. فهل حضرتك شايف يعني هل طاهر مثلا اللي كان بيعتمد عليه بشكل كبير الماتشات الاخيره وملعبه حتى الماتش اللي فات نزل جزء الماتش مازامبي. ايوه. والماتش اللي قبليه ماتش القمه لعب طاهر كان بادئ بيه. ايوه. هل خروجه بالنسبه لك مفاجاه؟ لا مش مفاجاه، منطقي جدا برجوع حسين الشحات وجود ترسي تاو وتألق احمد عبد القادر لا مش هيكون ليه دور في الماتش بتاع بكره ده. بالنسبه لطاهر كل الاسامي اللي انت قلتها لي منطقيا سواء غايبين عشان كانوا مصابين او راجعين من اصابه او فنيا هو مستبعدهم انا مقتنع 100%. انا هديك سؤال بعد الاخير عشان قلت لك اللي فات اخير، لكن محتاج سؤال تاني. اديني تفسير واحد لانه محمد الضوي كريستو حتى الان لم يحصل على فرصه على مدار الموسم يا كابتن خالد كبقيه كل الفريق، يعني ما فيش لعيب في الاهلي ما خدش الفرصه. ايوه. الا كريستو. السبب في رايك يا كابتن؟ السبب عليه هو يتحمل 90% من اللعيبه. بيشعر الناس انه له مهارات كويسه، عنده سرعات، لعيب يعني لا ممكن موهبه. نشوف الكلام ده. اي لعيب، بص يا محمد، اي لعيب المدير الفني بيستبعده يبقى العيب في اللعيب مش في المدير الفني، لان المدير الفني عايز يمسك في اي لعيب كويس ياخده ويجيبه ويحطه عشان يكسبه ويساعده. مظبوط. انما كون ان هو بعيد كل ده كريستو يبقى هو راضي بالوضع اللي هو فيه، ان في 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 الامم اللي هو حط نفسه فيه اللي هو ما بيلعبش وبيتمرن ما ينفعش. انت عايز تقول له كلمه مثلا؟ اقول له لا، لو النادي الاهلي، لو انت يعني دلوقتي لازم تستغل وجودك في ظل ان انت موجود في يعني داخل اكبر نادي في الشرق الاوسط وفي افريقيا، لازم تشد حيلك وتثبت نفسك عشان تحط رجلك او مش هيكمل، لان انت يوم ما تلعب وتبقى راجل بتدي في النادي الاهلي انت سعرك هيزيد سواء جوه النادي او بره النادي بعد كده، او مش هيكمل. يعني هو دلوقتي هو الموضوع في ايديه هو كلاعب يعني. طبعا. او مش هيكمل، وبعدين يوم ما مش هيكمل مسعره بيقل، يعني هو اللعيب هو اللي خسران في الاخر. طبعا طبعا. مظبوط. كابتن خالد قبل ما نختم، لك توقع للنتيجه؟ انا قلت في قناه الاهلي من 3 ايام فرق 2. لا قلت 3-0 باذن الله النادي الاهلي. طب يا سلام. بس انا عايز افكرك بحاجه، انا دخلت معاك في مداخله كان قبل ماتش الاهلي وبلديه المحل.
في الدوري. اه تمام. وكانت البلديه ماشيه، انت كنت بتتكلم ماشيين كويس، ماشي كويس يعني، كانوا ماشيين كويس. كانوا بيكسبوا ماتشات مهمه بصراحه. اه وقلت لك الاهلي هيكسب 4-5 والاهلي كسب 5-1 وانا ما كنتش مصدقك. ما كنتش مصدقني والدنيا وكتير و... وبعدين انا قلت ده معناه ايه يا كابتن، عزومه دي ولا ايه؟ المفروض ان الاهلي عندك عزومه المفروض يعني. في مصر الجديده يا كابتن ولا فين؟ حبيبي تموش نفسك في مصر الجديده يا كابتن. انت في نفس بتيجي احنا الكابتن خالد يعني كنا بنروح له البيت ونقعد معاه وياكلنا الخوخ، فاكر الخوخ والكنافه والاكل والشرب؟ كنت تيجي تنورني وتشرفني كابتن يا محمد، انت اخ طول عمرك الله يخليك كابتن. وبعدين خد كابتن خالد جاري كمان هناك في مصر الجديده. الله يخليك، بينا شارعين يعني. الله يخليك كابتن خالد، ان شاء الله خلاص يبقى في مصر الجديده يا كابتن العزومه دي عليا باذن الله. ان شاء الله باذن الله هكلمك ان شاء الله عشان اكمل على الهوا تقول انت اوفيت لان الناس ما بتسيبنيش باذن الله. لازم الله. لا انا هقول بس ربنا يكرم النادي الاهلي بكره ان شاء الله باذن الله. كابتن خالد انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نجمنا طبعا الكابتن خالد جدلك انا معنا على الهاتف.